نعود وطنيا إلى أصيلة التي تستعد اليوم لإصدار الستار على الدورة 37 من موسمها الثقافي الدولي، وعلى هامش موسم أصيلة أقيمت ورشات فنية وتشكيلية للأطفال المولعين بالريشة والرسم، ورشات تم تتويجها بمعرض تشكيلي أبطاله مبدعون صغار ومتيمون بالمدارس الفنية التشكيلية. الروبورتاج من أصيلة لسعاد الزعتراوي وعلاء الدين الحميني. هم زينة موسم أصيلة الثقافي، لا يكتمل الموسم دون فرحهم وشغبهم وإبداعاتهم. يأخذون صورا تذكارية مع أعمال هم أصحابها رسموها من خيال وعشق ولعب. أنا جيت من إسبانيا وجيت من المغرب الفاكاسيونيس باش جينا نرسم مع الدراري هنايا و عجبني بزاف. واليوم نهار المعرض، أتيت إلى مدينة أصيلة لأتعلم الرسم. أشكر كل الأساتذة على هذه الحفلة، وأشكرهم على كل ما فعلوا لنا. أنا رسمت حاجات جميلة وتعجبني هذه المدرسة. ورشات الصباغة كانت مدرسة بالفعل، تلقى فيها الأطفال دروسا في الفن التشكيلي على يد تشكيليين من مختلف المدارس والجنسيات. طيلة أيام الموسم تفتح ورشات الرسم أبوابها في وجه كل راغب وزائر. احنا وقت احتكاكنا مع الاطفال، خصوصا انا كنت مشارك في ورشة الصباغة وتحديدا في عمل اللوحات الفنية والمخطوطات، فكان الاطفال من حوالي وقت ما يشوفوني وانا اشتغل او بعض الاحيان نشتغل مع بعض على الجداريات، كانوا هم عندهم فضول وحب كبير لهذا النوع من الفنون. هي اجمل ما يمكن ان نهدي للطفل اقلام والوان ونعطيه الحرية ليعبر بطريقته الخاصة. لا نطلب منه أن يرسم شيئا معينا، نقول له مثلا أرسم وردة، أرسم كذا، لا. أما زوار أصيلة من سياسيين ومثقفين وفنانين لا تفوتهم الفرصة لزيارة معرض الصغار. صغار يعول عليهم كثيرا موسم أصيلة الثقافي، يزرع فيهم حب الرسم والكتابة والإبداع ليكونوا جزءا من المشهد الثقافي المواسم القادمة.